السلام المشاهدين، لاباس عليكم؟ كلشي لاباس؟ بركة يبشركم، تعيدوا تعاودوا. والسلام أي مزيغ، نبوا لاباس وتهنا، بركة يبشركم، تعيدوا تعاودوا باش ما تمنيتو. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ إوا تنتمناو هاد العيد يدوز بخير وعلى خير. ندير الخبز بالزبدة والعسل. الزبدة مع الزعتر والملحة، هدا هو الجديد وصديت مازيط. يجي زوين هدا. دابا هو العسل، الخبز تاعنا. اللي بغى يجي يفطر مرحبا بيه. المشاهدين مرحبا بكم عندنا وي مازيغ، مرحبا مرحبا بكم. شبويتي واش داي ملالي عاوتاني؟ هاي ملالي الزميطة هي صوبتها نفس الحا كنقولو بومسوس. والفلا كنصوبوها هاتاي اللي بغا يشرب هاتاي يجي. مرحبا بيه. أسامة مرحبا بك. الله يبارك فيك. مرحبا بك أسامة. الله يبارك فيك. واش تعاودوا؟ واش لاباس؟ تنقولوا لكم كاملين بارك عواشركم، تعيدوا وتعاودوا بكل ما تمنيتوا إن شاء الله، الصحة الهنا وطول العمر. آمين ربي آمين. المرض يمشي علينا. آمين. توحشنا المغرب. اليوم ماما دارت لينا تريد بالتفاية كل مرة، وأشد اللي بعد مرة تدير الحلبة، وحنا تعجبنا بالتفاية قلنا لها ديروا لينا. إيوا ها هي واش دارتو. بالصحة. تبارك الله عليك. بالصحة. مرحبا أسامة. الله يبارك فيك. شكرا. مرحبا بك. شكرا بزاف. مرحبا بكم كاملين. كنبغيكم بزاف كاملين. شكرا اللي تيتابعنا، راه أسامة ولد عمي جا عندنا، مرحبا به. جا من المغرب. نهار كبير هذا. فرحنا ليه بزاف فاش جا. شكرا. إيوا تنقولوا لكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله، تسناو الجديد ديال حليمة بني ملال.
ايوا بالسلامه عليكم المشاهدين، تنبغيكم بزاف. بالسلامه يا مازيغن. بالسلامه عليكم. بالسلامه عليكم وبارك عواشركم. بالسلامه. بالسلامه.